Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. اليوم مثل ما ترون راح نشوف جمل تركية. هذه الجمل راح نفصلوها كامل طريقة تركيبتها، يعني ما نتكلموش فعل وفاعل إلى آخره، لا، وإنما نشوف الكلمات الشيء اللي مركب منها، يعني مثل الفيديو الماضي. وهذه الفيديوهات مهمة جدا، تساعدكم في تعلم جمل جديدة أو كلمات جديدة أو حتى قواعد. إذا تابعوا مع الفيديو للأخير حتى نتعلم هذه الأشياء مع بعض. نبدأ مع أول جملة عنا. Ben bu bakışları biliyorum. Ben bu bakışları re bakışları حاولوا تلفظوها bakışları أحسنتم biliyorum أعرف ben bu bakışları biliyorum أنا أعرف هذه النظرات هنا استخدمنا لاحقة المفعول به كي اللي يقول لي علاه ما نقولوش ben bu bakışlar biliyorum هذه الجملة راح تكون ناقصة لماذا؟ لأنه أول شرط هنا راه عندنا عندي بو وكلمة باكشلار راهي في محل مفعول به لأني ماذا أعرف؟ أعرف النظرات إذن وعندي بو قبلها يعني ضمير إشارة أو اسم إشارة فلازم لي أني نوضع لاحقة المفعول به فنقول بو باكشلار بليورم كولاي شيلار يشم يوروز كولاي سهل شيلار أشياء يشميوروز لا نعيش هنا راهي مصرفة فقط في الزمن الحاضر في حالة النفي طبعا هنا جملة بسيطة جدا كولاي شيلار يشميوروز نحن لا نعيش أشياء سهلة طبعا احنا ما نش نعيش صوالح سهلين تمام جملة بسيطة جدا نروح للجملة الموالية إير زورجيليوسا يابما إير إذا إير هذه أداة الشرط هنا لماذا وضحتها بالأخضر وهذا الصا أيضا وضحتها بالأخضر لأنه إير هذا الصا تابعة لإير إير أداة الشرط إذا راح نخليكم في الديسكريبشن بوكس تمام هنا عندي هذه أداة الشرط إير زور صعب جيليوسا يعني إذا جاءك احنا بالدرجة نقولوا إذا جاتك صعيبة ما تديرهاش إذا جاتك يعني رانا استخدمنا هنا الفعل جالمك جاء خلاص لكن بالعربية الفصحى ما قدروش نقولوا إذا جاءك صعب ما نباليش إذا صحيحة ولا لا لا فترجمتها إذا الأمر صعب لا تفعل إير زور جيليوسا يابما لا تفعل أركضشلار قبل ما نكمل نسيت أني نشكركم على تعليقاتكم الرائعة شكرا جزيلا لأنه صح تعليقاتكم فرحتني ورجحت يعني استرجحت الفيديوهات الأولى إلى آخره لأنه كان فيها تعليقات بزاف في الآونة الأخيرة كما شفتوا الفيديوهات كامل نزلت المشاهدة تاعها ما بداتش تظهر عند المشتركين فلهذا شوية أحبت ما بديتش ننزل بزاف فيديوهات لكن لما شفت تعليقاتكم حفزتني وقررت أني ننزل لكم فيديوهات أكثر فنشكركم جزيل الشكر ويعني ما خليهاش وعد ما أقول لكمش وعد أني ننزل لكم نهار على نهار يعني يوم بيوم لكن نحاول قدر المستطاع أن ننزل لكم فيديوهات كثيرة وانتم ايضا بقاو دائما هكذا تحفزوني حتى نقدر ننزل فيديوهات اكثر وبالمناسبه راني فتحت التسجيلات الخاصه بدوره تعليم اللغه التركيه على واتساب لمن يريد التسجيل لهذا الشهر ان شاء الله ربما بعد اسبوعين ان شاء الله راح نبداو في الدوره الجديده نرجع لدرسنا بلا ما نطول اكثر عندي الجمله التاليه بان تشابليورم Sen de sabret. Ben çabalıyorum. Çabalamak huval mukafaha. Sen de
وأنت صبرت، يعني أصبر. جملة بسيطة جدا، فقط لما يعرفش الفعل تبلمك هو المكافحة، زيدوها في معلوماتكم. بكتب شيء سرجام صنع، بكتب شيء سرجام صنع. سوف أسألك بعض الأشياء. هنا بكتش يعني بعض، بشيء شيء، سرجام يعني سوف أسألك، من الفعل سرمك. صنع هنا الفعل سرمك نستخدم معه حرف الجر آ أو آ، فنقول صنع سرجام، تمام؟ هنا أيضا عندي جملة بسيطة جدا، صادجة من المك استدم، صادجة إمين المك، التأكد إمين المك، استدم أرد. هنا راهي مصرفة في الزمن الماضي، قلت جملة بسيطة جدا، صادجة فقط إمين المك، التأكد استدم أرد، أردت فقط التأكد. بشيء يجيك هالم يوك، بشيء يجيك هالم يوك. احنا في اللفظ ما نقولوش يجيك، تمام؟ راح تكون ثقيلة، هي تلفظ كأنها ي واحدة، يجيك يجيك، تمام؟ هالم يوك يعني لا يوجد لدي حال، زعما ماهيش بينت لي باناكل ولا هكذا بالدرجة، ولا مثل ما نقول ما عنديش حال باناكل. الآن راح نشوفوا الجملة الأخيرة لليوم، لكن هذه الجملة يعني ما ترجمهاش حرفيا، هي عندها معنى آخر. üstünden çıkacağım. üstünden çıkacağım. üst هو تحت، üstünden من أسفله أو من تحته، çıkacağım سوف أخرج. إذن üstünden çıkacağım بمعنى سأتجاوزه، مثلا عندي مشكل ولا مثلا صار لي مشكل في العمل، فنقول لك üstünden çıkacağım يعني راح نتجاوزه، لا راح نخرج من هذا المشكل، خلاص؟ هل هذا مفهوم؟ إذا كان هذا هو درسنا اليوم، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه، ما تنسوا تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب، واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك فيها ويضغط على زر الجرس، هكذا حتى توصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة. إيه درس لاش؟